طب وديني لوريك. لا دي تستاهل اكتر من كده. انت لما كنت تتمرقع في طلباتك ما كنتش بتحس انا بعمل ايه عشان اجيبها لك. كنت بقول عيله صغيره وتتدلك. لما كان امك رامي دي مفيش فرح وابني محبوس. اجب الاهل ما دي حصل اهو يا مستا. انتوا متعرفوش حسن الوحش ولا ايه؟ حصريا ايوب في رمضان. رمضان يقربنا على الحياه.